ازيك يا فؤاد؟ مين؟ ازيك يا مدام جيهان؟ انا هستناك في العربية يا فؤاد. بتعمل ايه يا حسام؟ تسمح لي اقعد؟ لا ما اسمحش. طب تسمح لي اوضح لك؟ احنا هنا مش في المحكمة عشان توضح لي حاجة. طب يا فؤاد بيه، بحكم العشرة اللي بينا والعيش والملح، انا واقع في عرضك ومحتاج شغل. اي شغل؟ امسك لك الامن، كاشير، حسابات. حسابات؟ عاوزني اسلم القط مفتاح القرار؟ اسف يا حسام، احنا هنا مكان محترم وبيجي لنا زباين محترمين. قصد حضرتك ايه؟ انت فاهم قصدي كويس قوي. اتفضل مع السلامه، ويا ريت تمسح نمرتي من عندك. حسام باشا، انا اسف، انا سمعت كلامكم غصب عني. ولا يهمك، ولا يهمك. ابو ايوب، مش ممكن اساعد حضرتك باي حاجه؟ ممكن. امورنا فين؟ ادعي لي يا ابو ايوب، ادعي لي في رجعي. ربنا معاك يا فندم. اصيل يا ابني. ابو ايوب، روح شوفك لاي شغل. بعد اذنك. مش الشغل بس اللي رافضني يا ماما، الدنيا كلها رافضاني، كل الناس، زي ما اكون جربه. اول ما ادخل حته الناس تتفرق من حوالي، اصحابي، معارفي، مستغربوا ان الناس دي عارفاني ومعشراني، بس فجاه ولا كانهم يعرفوني ولا يعشروني. خالي النهارده رحت لواحد حبيبي، او يعني المفروض انه كان حبيبي، قلت اقصده في شغلانه كده تمشي الحال يعني. خالي يرد علي يقول لي ايه اللي جابك؟ ويختم كلامه بايه؟ امسح نمرتي من على تليفونك وما تتكلمش هنا تاني ولا تعتب. والله ماما كنت باجي داخل عليه كان بيقوم يقف. معلش يا ابني، احنا بزمن العجايب، البلاوي ما بتجيش غير من اقرب القريبين لينا. الناس خلاص ما عادش عندها ثقه في حد. صالح يا ماما ان انا بقيت عالي على الدنيا، عالي على كل الناس، حتى عليك انت ومحمد وشام. مش هنضحك على بعض، صدقني ساعات ببص لنفسي في المرايه بحس اني عالة على نفسي. ما تقولش كده يا حسام، ما توجعش قلبي اكتر ما هو موجوع يا ابني. دي الحقيقة يا امي، دي الحقيقة. ده انا مقهور قهرة، والله يا ماما مقهور قهرة، صبر على نفسي قوي. دي امانه في ايديك، خلي بالك مني، ما تسيبهاش لحظه واحده. ما توصينيش يا سيدي، الست حكمت دي امانه في رقبتي. المحامي هيكون في المطار، هو اللي هيدلك على طريق البنك، ولما تستلم الباسبور هاتهولي عشان اعمل لك فيزا. يا سلام عليك يا سيدي الناس، اهو كده، هو ده الشغل ولا بلاش؟ بالاذن. انت ليه يا سيدي ما خلتنيش اسافر بلاد بره مع عم منصور بدل طاهر؟ طاهر اللي غريب عنينا، ولا انت مش مأمن لي عاد؟ عيب عليك يا وهدان، عيب عليك، ده انت دراع اليمين. وبعدين طاهر رايح مع ستك حكمت خيال مآتي، انا بحاجتك هنا، انا هفتح شركه وعاوزك تكون شريك معايا فيه. انا شريكك؟ وهدان انا مين دلوقتي؟ سيدي دياب. لا، دي ابو محمود المستثمر الجنوب افريقي، يعني اذا عاوز اعمل اي حاجه هنا لازم اللي يكون معايا شريك مصري، ده القانون هنا. يا حلاوه يا ولاد، سيدي دياب انا هبقى صاحب شركه ورئيس مجلس اداره كمان. لا، ما دام الحكايه دي خلي طاهر يسافر،
يسافر؟ ده انا حبقى رئيس مجلس اداري. ايه رايك يا رئيس مجلس الاداره تروح تعمل لنا كاسين؟ رئيس مجلس اداره واعمل كاسين؟ ده انا هعمل سته. لا حول ولا قوه الا بالله. مرسي جدا لو كنت عطلتك لما كلمتك وطلبت قبلك النهارده. بالعكس بقى، انا مبسوطه جدا ان احنا اتقابلنا، بس عايزه افهم ليه المكان ده بالذات اللي طلبتي نتقابل فيه؟ اصل ليا ذكريات حلوه فيه مش عايزه انساها. ده المكان اللي كنت بتتقابلي فيه انت ومحمد؟ بصراحه اه، وقلت يمكن ده يشجعني افتح معاكي الموضوع. اكيد طبعا، بس ايه هو الموضوع؟ شاهين، انت زعلانه مني علشان انا فسخت خطوبتي مع محمد وبعدت عنكم في عز ازمتكم؟ بالعكس، اي حد في مكانك انت واهلك كان لازم يعمل كده، بالذات ان باباكي مركزه حساس، واللي حصل لنا يعني كان حاجه تقطم الوسط. انا ضميري بيأنبني قوي مش عارفه اعمل ايه. تعملي ايه في ايه؟ اخر مره في يوم عيد ميلادي حسيت ان محمد متغير معايا ومش زي الاول. وانت يعني يا ريهام عايزاه يبقى زي الاول؟ يا ريت، عشان كده انا كلمتك النهارده، يمكن تساعديني. اساعدك في ايه؟ شاهين ده هو محمد دخلت حياته واحدة تانية؟ يعني خلاص نسيني؟ ضحكتيني وانا ماليش نفس اضحك. ايه اللي بيضحك في كده طيب؟ عشان شكلك كده لسه ما عرفتيش محمد اخويا كويس. طب عرفيني. بص يا ريهام، لما ماما ربتنا انا واخواتي ربتنا على الكرامة وعزة النفس وحب الناس، عودتنا ازاي ندي وما نستناش ان احنا ناخد. بس ايه علاقة ده بموضوع؟ ما هو ده اساس موضوعنا، لان اللي يحب لا يمكن يكره، ولما يزعل ما يقدرش يقسى على حبيبه ولا ينساه. يعني انت شايفه ان محمد لسه بيحبني؟ ده بيموت فيكي، والا ما كانش جه عيد ميلادك وفتح معاكوا صفحه جديده. يا بنتي ده اخويا، ولو الموضوع مش في دماغه كان طنش خالص. طيب انا عايزاكي بقى تحركي كده يجي قبل بابا وماما تاني. قبل ما يكلم بابا وماما هما رايهم ايه؟ ندمانين على اللي عملوه معاه، ولو جه وطلبني منهم مش هيرفضوا طلب. وايه اللي خلاهم يعني غيروا رايهم كده؟ لان انا مصممه عليه. بعدين هما كمان حسوا ان هما خسروا لبنتهم ولد ابن ناس وشجاع. بعدين ده كفايه العمليه الاخيره اللي عملها، الجرايد كلها بتتكلم عليه. يعني انت واثقه ومتاكده ان محمد هو الراجل اللي انت عايزه تكملي مع حياتك؟ ايوه طبعا واثقه. هتساعديني بقى ولا ايه؟ اكيد طبعا هساعدك، انا عايزاكي بقى تكوني مطمنه على الاخر. انا مطمنه والا ما كنتش كلمتك. ممكن بقى تسيبيني اشرب القهوه اللي انت هتدفعي ثمنها؟ ايوه طبعا. احنا جايين مخصوص هنا عشان عاوزين ناسسوا شركه، انا وصاحبي الاستاذ وهدان الدهشان. يا اهلا وسهلا يا استاذ وهدان. اهلا بك يا ميت. وحضرتك ما اتشرفتش باسمك. انا ديابو محمود من جنوب افريقيا، وناوي اعمل استثمارات كثيره في مصر. مصر نورت، بس انت مش ملاحظ انك بتتكلم عربي كويس قوي؟ لا وايه؟ صعيدي لبلب. انا ابويا من جنوب افريقيا، وامي من جنوب مصر، من جينا، يعني مصري زيي. يا اهلا بيك. سيدي دياب، قصدي الاستاذ ديابو. الاستاذ ديابو آه. متربي ما بين جينا وجنوب افريقيا. قول لي يا استاذ ديابو، الورق بتاع الشركه هيبقى بالرقم القومي ولا بالباسبور؟ بالباسبور الاجنبي. ما انت عارف المستثمر هنا له تسهيلات كثيره قوي، وحرام التسهيلات دي تروح علينا، ولا ايه يا متر؟ عيني العقل. وان شاء الله نشاط الشركه ايه؟ الاستيراد والتصدير فيما يرضي الله ان شاء الله. تمام تمام. عموما هنحطوا بينكم شويه اوراق، واول ما هتجيبوها هنخلص الاجراءات كلها وتبداوا نشاطكم باذن الله. على بركه الله.